أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. لا زال الكلام متصلا أيها الإخوة في هذه الآيات في شأن الطلاق، والطلاق هو حل عصمة الزوجية، وهو أمر مكروه في الإسلام، ليس هو من الأمور المحببة، ولكن الله سبحانه وتعالى شرعه حلاً لأمر مشكل عندما يتعذر الإصلاح بين الزوجين، فهو ليس لعبة وليس مضغة تلوكها الأفواه ويتلفظ به الإنسان وهو قائم وهو قاعد وهو داخل وهو خارج كما يفعل كثير من الناس. الطلاق تشريع إلهي لمصلحة معينة لا يسد غيرها مسدها عندما يتعذر الإصلاح بين الزوجين، هكذا شرع الله تبارك وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الطلاق الرجعي مرتان، وهذا يعني أنه يقع مرة بعد مرة حتى تكون هناك فرصة للمراجعة وفرصة للتأمل بين الزوج وزوجه. يطلقها في المرة الأولى إذا رأى أن الأمور غير مستقيمة ولا يمكن أن تستمر، لكن لا بد أيضا من الانتظار وعدم الاستعجال. يطلقها مرة وتعتد العدة الشرعية، إن كانت من ذوات الأقراء فإنها تعتد بثلاثة أقراء، وإن كانت من ذوات الحمل فإن عدتها وضع الحمل، وإن كانت ممن لا تحيض إما لكبير سنها أو لصغرها فإن عدتها ثلاثة أشهر كما ورد في سورة الطلاق. ثم قبل انقضاء العدة الرجل يتأمل في حال نفسه وفي مصلحته، هل تصلح له هذه المرأة، فيعيدها إلى عصمته بالرجعة قبل انقضاء عدتها. إن كان هذا الأمر ممن قدح في ذهنه ورأى أن من مصلحته إعادتها، وهذا يحصل كثيرا لأن الإنسان يتأمل فيجد أنه قد استعجل، يجد أنه بحاجة إلى أن يصبر، يجد أن عنده أولادا يخشى عليهم من الضياع، وهذه كلها أمور تدعو للتأمل. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى العدة بهذا الأمد الطويل، ثلاثة أشهر أو ثلاثة أقراء أو إلى وضع الحمل. فإذا ما تم ذلك وقبل انقضاء العدة رأى أن المصلحة في إعادتها فإنه يراجعها ولا شيء عليه. ثم بعد مدة إذا وقع بينهما من الأمور ما يدعو إلى الفرقة فإنه يمكن له إذا تعذر الإصلاح أن يطلقها طلقة ثانية. وعندما يقول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، لا يعني أنه في مرة واحدة يقول أنا طلقتك طلقتين، لا، مرة بعد مرة، كل ذلك ليصل إلى التروي وحتى تكون الأمور على بصيرة وبينة. فإذا طلقها في المرة الثانية وقاربت عدتها على الانتهاء، فهنا إما أن يقرر أن يراجعها لأن له في ذلك مصلحة، وإما أن يرى أنه لا مصلحة له فيها فإنه يتركها حتى تنقضي عدتها. فإذا أرجعها بعد الطلقة الثانية فإنه لم يبق له إلا طلقة واحدة، إذا طلقها تبين منه بينونة كبرى لا يمكن أن ترجع إليه بالمراجعة، ولا بد أن تنكح زوجا آخر ويدخل وأن يدخل بها. ثم إذا طلقها الزوج الثاني وأراد هو أن يراجعها أن يعود إليها وتعود إليه، فهذا أمر آخر يكون بعقد جديد ومهر جديد. لكن
الطلاق الذي تكون فيه العدة ويكون من حق الرجل الزوج أن يعيدها إلى العصمة هو في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. والله سبحانه وتعالى قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني إذا قاربت عدة المرأة في الطلقة الثانية على الانتهاء فهنا لا بد أن يتذكر أمر الله سبحانه وتعالى وأن يثوب إلى رشده وأن يعود إلى تقواه. هل له فيها رغبة؟ يعيدها. ما ليست له فيها رغبة يتركها حتى تنقضي عدتها. قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا يعني الفرقة. قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، يعني لا يجوز للرجل أن يضغط عليها ليأخذ مقابل الطلاق حتى تضطر إلى الطلاق، لا يجوز له. الواجب عليه إن كانت له فيها مصلحة أن يمسكها، وإن رأى أنه لا مصلحة له فيها أن يتركها حتى تنقضي عدتها. إلا إذا رأت المرأة أنه من غير الممكن أن تستمر الحياة مع هذا الزوج والزوج مصر على عدم الطلاق، فإنه يمكن لها أن تفتدي نفسها، جعل الله لها مخرجا. وهذا هو الأمر الذي في الحياة الزوجية يكون من حق المرأة أن تختلع منه، والخلع هو فسخ الحياة الزوجية. المرأة تقدم عليه وتبذل للرجل المال الذي دفعه، تبذل للرجل المال الذي دفعه. وهذا كما أشرنا في الدرس الماضي حصل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة صحابية اسمها جميلة بنت سلول، أخت من؟ أخت المنافق، رأس المنافقين عبد الله ابن أبي سلول، أخته هذه، ولكنها كانت من الصالحات وكانت متزوجة برجل، تزوج بها رجل من الصحابة ثابت بن قيس، فكرهته لشكله ولم تطق البقاء معه، ولكنها لم تكن تنقم عليه شيئا في دينه ولا في خلقه. فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله، تشكو إليه إنها لا تنقم من زوجها دينا ولا خلقا، ولكنها تكره الكفر في الإسلام، يعني تكره أن تبقى معه وأن تظلمه، أن لا تؤدي له حقوقه أو أن ترتكب بعض الأمور المحرمة التي لا تجوز لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وتردين عليه حديقته، هو دفع لها مهرا حديقة بستان، قالت وإن شاء زدته. فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل منها أن ترد عليه الحديقة التي دفعها، وفسخ الطلاق العلاقة التي بينهما. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أنه لا حرج على المرأة في حال الاضطرار، إذا رأت أن الحياة غير ممكنة مع هذا الزوج وهو رافض للطلاق، أن تفتدي نفسها منه بالخلع، لكن الله سبحانه وتعالى نبه الجميع، نبه الأزواج الرجال والنساء إلى عدم مجاوزة حدود الله تبارك وتعالى. إن الله حد حدودا فلا تعتدوها كما يقول النبي عليه الصلاة، هذه أوامر الله وهذا شرعه، فلا يجوز للرجل أن يضطرها إلى هذا الأمر، ولا يجوز للمرأة أن تختلع من الرجل من غير سبب، أو كما يفعل النساء الآن أو بعض من النساء بحسب هذه الفلسفات والنظريات القائمة الآن التي تسمى النسوية، أن المرأة تتحدث مع صديقاتها ممن لا يرغبن في البقاء مع أزواجهن، أو ممن خلعن أزواجهن وقطعن عصمة النكاح، يزين لغيرهن أن يفسخن عصمة النكاح فتختلع منه من غير سبب. رجل صالح
مؤد للحقوق، لها منه أولاد وعشرة طويلة دامت بينهما، ولكنها يعني بتأثير هذه الدعوات وبتأثير هذه الصحبة تطلب الاختلاع منه، تطلب الفراق أو تطلب الطلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث: أيما امرأة طلبت طلاقها من زوجها من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. هذه مسألة يجب أن يتنبه لها الرجال والنساء، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، وجزاء الظالمين عند الله سبحانه وتعالى معلوم. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني أعادها إلى عصمته بعد الطلقة الثانية، ثم طلقها، هذه الطلقة الثالثة تحصل بها البينونة الكبرى، يعني تنقطع عصمة النكاح بالكلية بينه وبينها، لا يستطيع أن يراجعها كما فعل في الطلقة الأولى والطلقة الثانية. هل يستطيع أن يراجعها مرة أخرى؟ في حال واحد، متى؟ إذا تزوجت غيره زواجا صحيحا وليس من زواج التحليل الذي يفعله كثير من الناس، يريدون أن يردوها إلى زوجها الأول فيزوجونها هكذا زواجا سريعا يسمونه نكاح التحليل، أن يحللها ثم يطلقها للزوج حتى يتزوج بها الأول، هذا لا يجوز، والذي يفعل هذا ملعون، لعن الله المحلل والمحلل له، هذا تيس، وذلك يسمى التيس المستعار تنفيرا من هذا العمل. لكن إذا تزوجها الزوج الثاني زواجا صحيحا ودخل بها ثم بعد ذلك طلقها من غير اتفاق ومن غير رغبة منها ومن غير اتفاق ومن غير تنسيق مع الزوج الأول، فلا حرج على الزوج الأول أن يتزوجها من جديد وهو خاطب من الخطاب، مثله مثل أي رجل آخر يريد أن يتزوج بها، لا حرج. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، معنى حتى تنكح زوجا غيره يعني حتى تتزوج في زواج صحيح ويدخل بها الزوج الثاني ويكون قصده استمرار الحياة الزوجية معها، ثم إذا بدأ له أن يطلقها فطلقها للأول، بعد ذلك أن يتقدم لخطبتها وأن يتزوج بها. قال: فلا جناح عليهما، يعني على الزوج الأول وعلى المرأة بعد الطلاق الثاني، أن يتراجع، يعني أن يتزوج بها مرة أخرى إن ظن أن يقيم حدود الله، لا بد أن يتأكد من أنهما إذا عاد إلى الحياة الزوجية أنهما سيستمران في طاعة الله ولن تكون هناك معصية، إن ظن أن يقيم حدود الله. وتلك حدود الله أبينها لقوم يعلمون، تذكير دائم بحدود الله ألا تنتهك، وبحدود الله ألا يعتدى عليها، وبحدود الله أن يوقف عندها، لأن الله سبحانه وتعالى، لأن هذه هي حمى الله، حمى الله، وسيسأل الله سبحانه وتعالى من ينتهك هذا الحمى. هذه الآيات الأولى، بداية الآيات الطلاق مرتان، لها سبب نزول. ما هو سبب نزولها؟ سبب نزولها أن رجلا من الصحابة كان على العهد الأول المعروف عند الناس أن الطلاق ليس له نهاية، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع، فقال لزوجه: والله لا أويك، لا أويك، يعني لا أجعلك تحت يعني حضني ونفقتي ولا أطلقك،
قالت كيف؟ قال أطلقك فإذا أوشكت عدتك على الانقضاء راجعتك ثم أطلقك. وهكذا لأن فيه مضارة للمرأة، في كل مرة تعتد عدة جديدة. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه ورحمته بعباده المؤمنين، وفي هذا بيان لفضل هذه الشريعة المحمدية التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم وما جعل الله فيها من الحكمة والرحمة، قال الطلاق مرتان، ليس للرجل أن يطلق ما شاء، الطلاق مرتان، فإما أن يمسكها وإما أن يتركها حتى تنتهي العدة. كذلك الآية التي بعدها قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. هذه أيضا لها قصة، لها سبب نزول. أحد الصحابة كانت له أخت وهو وليها في النكاح، فزوجها برجل فطلقها الرجل، بانت منه، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع إليها، أراد أن يراجعها، أن يعقد عليها من جديد. فالرجل هذا أخو البنت الذي زوجها أنف من ذلك وغضب وقال زوجتكها وملكتكها ثم تطلقها وتريد أن ترجع إليها الآن، والله لا ترجع إليها أبدا. غضب، حوال نفسية، بشر، غضب منه لأنه طلقها، هو زوجه إياها إكراما له، ثم قام هذا فطلقها، فقال والله لا أزوجك إياها. في هذه الحال كانت المرأة ترغب أن ترجع إلى الرجل، والرجل راغب حقيقة في أن يتزوج بها. لماذا؟ ما بين الزوجين تنشأ علاقة حميمة وعشرة تدعو إلى الألفة، إذا انقطعت ربما لسبب من الأسباب لا يطيق أحدهما هذا الانقطاع، يريد أن يرجع، وقد يكون بينهما أولاد، وخشية من ضياع الأولاد يريد أن يراجع الزواج حتى يضمها إلى أولادها، وحتى يعود البيت إلى سكينته وإلى طمأنينته، والأولاد إلى حضن أبيهم وأمهم. فلما أقسم نزل قول الله تبارك وتعالى لا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال فبعد ذلك لما سمع أخوها هذا أرجعها، استكان لأمر الله وأرجعها إلى زوجها، قبل أن يتزوج بها. ثم قال تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربنا على نهاية العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، يعني إما أن ترى بعد هذه المدة، بعد هذا التروي مدة طويلة تتيح للإنسان أن يتأمل، أن يتفكر، هل رأيت لك مصلحة في إرجاعها؟ أمسكها بالمعروف، وإن رأيت أنه لا مصلحة لك فيها سرحها بالمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تطل عليها العدة، تطلقها وتتركها حتى تقارب عدتها على الانتهاء، ثم تطلقها طلقة ثانية وتتركها حتى تقارب عدتها على الانتهاء، لا، ابتداء. وهذا هو طلاق السنة، طلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة ويتركها حتى تقارب العدة على الانتهاء، إما أن يراجعها وإما أن يتركها حتى تنقضي العدة. قال فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تبقيها تحت عصمتك وأنت تريد
أن تطيل عليها العدة وأن تضارها وأن تضيق عليها. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. آيات الله في أي شيء؟ في مسألة الطلاق كونه مشروعا ومتى يشرع والعدة وعدد الطلاق والخلع، هذه كلها آيات وأحكام شرعها الله تبارك وتعالى. لا تتخذوها هزوا، لا تتلاعبوا بها. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. تذكير، ها؟ واتقوا الله. وكما قلنا إن أمر التقوى يدور معنا في كثير من الأحكام، يذكرنا الله سبحانه وتعالى بالتقوى، لأن الإنسان قد يستطيع أن يلبس على الناس، أن يظهر غير ما يضمر في قلبه، ولكن في قلبه شيء آخر، يريد المخالفة، يريد الإضرار، يريد الظلم. فالله سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. إن كنت تريد الإصلاح أو إن كنت تريد المضارة، هذا لا يخفى على الله تبارك وتعالى. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم ولنتم لا تعلمون. هذه هي القصة التي ذكرتها لكم آنفا. سبب النزول أن الصحابي أنف من أن يرجع أخته إلى زوجها الذي طلقها وغضب منه، فلما نزل قوله تبارك وتعالى هذا استكان لأمر الله وأرجعها إليه. إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا بينهم من؟ الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، لا دخل للأولياء هنا. إذا رضيت المرأة ورأت أن من المصلحة أن تعود إلى زوجها والزوج كذلك فتراضوا بالمعروف. قال ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. موعظة بليغة، لا تدري ما وراء هذه الأمور، لا تدري ما وراء بقاء المرأة مطلقة، قد يدفعها ذلك والعياذ بالله إلى الوقوع في الفاحشة، قد تضطر إلى أن تقع في بعض المحرمات طلبا للرزق أو طلبا للمعيشة أو كذا. وكذلك الزوج، الرجل قد يدفعه الانفراد وعدم وجود زوج له أن يقع في الفاحشة. كل هذا لا يعلمه إلا الله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر. عود المرأة إلى زوجها السابق هذا فيه زكاة وفيه طهارة، لأنها علاقة مبنية ليست على الخيانة ولا على الإفساد، إنما هي مبنية على الطهارة والعفة. والله سبحانه وتعالى عندما شرع ذلك يعلم ما في نفوسهم، يعلم ما في نفوس المرأة، نفس المرأة وفي نفس الرجل أكثر مما يعلمه الولي والأخ والقريب والأب. هذه العلاقة خاصة بها وبزوجها الأول، فإذا تراضيا وإذا رغبت في أن ترجع إليه لا يجوز أن تمنع من ذلك، بل يجب أن تمكن من طلبها هذا. ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. عندما شرع الله سبحانه وتعالى هذا الأمر وألزم به الجميع، وشرعه للرجال والنساء المنفصلين، وأرشد الأولياء إليه ووعظهم بعدم تركه وعدم إهماله، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم أن هذا هو المصلحة، وليست المصلحة هي ما ينقدح في الأذهان أو الاستجابة لرغبات النفوس وشهواتها، لا، الوقوف عند شرع الله تبارك وتعالى في مثل ذلك. هنا ستأتي معنا الآية التالية
تسلسلا في موضوع الطلاق. الطلاق هذا بعد كل هذه المراحل التي مرت معنا قد يكون واقعا على امرأة مرضع، هذا ليس ببعيد، فلا بد من بيان حكمه. إذا كانت المرأة يعني طلقت وانتهت عدتها وانفصلت عن زوجها، أو كان الطلاق هذا هو الطلاق الأخير وحصلت البينونة، أو إذا كان بعد الطلاق تزوجت ثم طلقت فالرجل أن يراجعها. لكن إذا حصل الطلاق والمرأة ترضع وليدها، عندها ولد من زوجها الأول، من الذي يقوم على إرضاعه؟ من الذي يقوم بالإنفاق عليه؟ هذه الآية تحدد كل هذا الأمر. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، حتى قبل الطلاق، حتى لو لم يقع طلاق، مدة الرضاع حولين كاملين، حولان كاملان، مدة الرضاع حولان كاملان، هذا تمام الرضاع. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وهو من الأمور التي ضيعت في زمننا هذا، واستبدلت بماذا؟ بالرضاع، استبدل بها الرضاع الصناعي هذا. وغفل الناس أو تغافلوا عن أهمية الرضاع بالنسبة للأطفال الصغار. الرضاع هذا فيه معان كثيرة، منها مثلا أن هذا الرضاع فيه تقوية وتنشئة صحية للأطفال الصغار هؤلاء. فالطفل الذي يتغذى في مرحلة، في هذه المرحلة، على ثدي أمه ينشأ قويا صحيحا، ويكون في جسده من المناعة ما يكافح كثيرا من الأمراض والأعراض، بخلاف هؤلاء الأطفال الذين يلقون إلى هذه الرضاعات الصناعية. هؤلاء أجسامهم ضعيفة ومقاومتهم قليلة، هذا أمر. والأمر الآخر أن القضية ليست قضية الإرضاع فحسب، بل مع الإرضاع الحنان والشفقة والعاطفة والتربية، كما ترضعه لبنها تعطيه حنانها وشفقتها، فينشأ في كنف الحنان والشفقة التي لا يجدها عند المربيات ولا في الرضاعة الصناعية. هذه تؤثر حتى وإن كان لا يستطيع الكلام، وإن كان لا يعقل في هذه المرحلة، لكنه يرتضع الشفقة والحنان مع هذا اللبن الذي يرتضعه. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة هي الشفقة. الشفقة من الأم وهي ترضع وليدها وتضعه بجانبها أو بالقرب منها، إن بكى سارعت إليه، إن تألم قامت تحاول أن تخفف عنه، تحمله، تضمه إلى صدرها. هذه معان كثيرة كلها لا توجد الآن فيما يحصل مع كثير من الناس أو مع أكثر الناس في هذه الرضاعة الصناعية وعند المربيات. حولين كاملين، الله سبحانه وتعالى يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه هي الرضاعة الكاملة. لكن لو كان هذا أقل منها، مثلا سنة حول أو حول ونصف، لا بأس، لكن الكمال أن يكون الرضاع حولين كاملين. وهذا فيه أيضا تحديد وبيان للمدة التي تكون بين الولادات، بين الولادات، من الرضاع حولين، ثم بعد ذلك يمكن للمرأة أن تحمل وتأخذ 9 أشهر ثم تلد مرة أخرى. فحتى لا يقع الحيف على هذا الصغير، الله سبحانه وتعالى بيّن مدة الرضاع الكامل حولين كاملين. وهذا يعني أن حق الإرضاع
على المرأة الأم، أن الأم هي التي ترضع وليدها إن لم يكن بها بأس، إذا كانت مريضة أو كانت ضعيفة الجسد أو كانت منشغلة لا تستطيع أن ترضع، هذه أعذار، لكن إذا لم يكن بها بأس فهي فالمفترض فيها أن تقوم بإرضاع ولدها هذا، وأن تنشئه وأن تربيه حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. معنى هذا أن من لم يريد أن يتم الرضاعة حول أو حول ونصف ونحوه لا بأس بذلك، لكن الكمال في الحولين. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له من هو؟ المولود له الزوج، الزوج هو المولود له، وعلى المولود له كسوتهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إن كانت في عصمته، كانت المرأة باقية في عصمته فنفقتها عليه، هو ينفق عليها ويكسوها، وهذا حقها عليه، هذا واجب عليه. وإن كانت قد طلقت منه أو اختلعت منه وقع الفسخ بينهما فلها حق النفقة وحق الكسوة ما دامت ترضعه في وقت الرضاع. ها؟ وعلى لا تكل وله لها على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني الشيء المعتاد في مثل حاله وحالها، في مثل حاله وحالها، هذه القاعدة المقررة شرعا في الإنفاق، في الإنفاق يعني النفقة على الزوج، النفقة على الأولاد، النفقة على الطفل في حال الطلاق. كيف تقدر؟ تقدر بحسب حال المنفق. من هو المنفق؟ الرجل. ها؟ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا ما يؤيده قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا تأتي المرأة بعد الطلاق وتريد أن تحصل على نفقة وكسوة في طبقات تناسب طبقات أعلى من الطبقة التي يستطيع الزوج أن ينفق عليها، لا، بحسب حال الزوج نفسه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ما يأتي الرجل بعد أن ينفصل عن المرأة ويقول لها: أنا أتركه لك على أن تقومي بنفقة بالإنفاق عليه، لا يجوز. لا تضار والدة بولدها، هي من حقها الحضانة، من حقها أن تضمه إليها، لكن على الأب أن ينفق، ما يأتي ويتملص. لا تضار والدة بولدها، يعني لا يدخل الضرر والمشقة عليها في ترك الولد بسبب ترك الولد لها ليتخلص من النفقة. وكذلك بالنسبة لها هي عليها واجب، ولا مولود له بولده، لا يمنع من زيارة ولده، لا يمنع من تفقد أحواله، كما أنها هي لا يضغط عليها ولا تضار بترك الإنفاق عليها، كذلك هو لا يمنع من رعاية ولده ورؤيته والتأكد من أحواله. قال: وعلى الوارث مثل ذلك. يعني لو توفي الرجل، طلق وتوفي، ووجد هذا الولد، هذا الولد وجد من الزوج هذا المتوفى، على من تكون كفالته؟ على الوارث، على من يرث هذا الطفل النفقة عليه، فينفق على الأم وعلى وليدها مدة الرضاع، مدة الرضاع، نعم، ينفق عليها مدة الرضاع وينفق على الوليد بعد ذلك حتى يكبر.
وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الوارث ينوب مناب الأب في حال عدم وجود الأب. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. ما معنى الفصال؟ الفطام، يعني اتفقا على فطامه قبل نهاية المدة، بعد مضي سنة أو سنة وأشهر اتفقا، أرادت المرأة أن تفطمه والرجل وافق على ذلك، إذا كان هذا باتفاق بينهما فلا حرج، فلا جناح عليهما، لا جناح عليهما إذا تشاور في هذا الأمر، في أن تترك المرأة لإرضاء أن تفطمه قبل نهاية الحولين، لا حرج في ذلك إذا وقع ذلك باتفاق بينهما. قال: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إذا كانت المرأة لا تستطيع الإرضاء، لا تستطيع الإرضاء لسبب من الأسباب، إما أنها رفضت أو أنها مريضة أو أنها لا تستطيع أو مشغولة، هذا لا بد على الأب حينئذ أن يهتم بإرضاء ولده، أن يبحث له عن مرضى، عن امرأة ترضعه، هذه التي تسمى الضئر، هذه المرأة ترضعه، يتفق معها بأجر أو بدون أجر، قد تتطوع وتتبرع بعض النساء لإرضاء بعض الأطفال، ولكن بعضهن يشترطن المقابل، فلا بأس بذلك، وهذا على الوالد. إذا لم تتمكن المرأة أو لم ترغب في إرضاء هذا الولد بعد الطلاق، فإن شأن الإرضاع يقع على من؟ على الأب، هذا عليه أن يبحث لابنه أو طفله هذا عن مرضع. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، لكن إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا كان فيه اتفاق على الأجرة، أجرة الإرضاع مع هذه المرأة المرضع، فلا بأس، ولا بد أن يعطيها ما اتفق عليه معها. واتقوا الله، لاحظوا أمر التقوى يدور معنا في كل شيء، لما ذكرنا ولما نؤكده دائما، أن هذه الأمور التي تقع بين البشر ويمكن التحايل فيها ويمكن التلاعب بها ويمكن إنكارها أو جحدها، لا بد أن يتذكر رقابة الله عليه، أن يتقي الله، حتى ولو استطاع الإفلات من رقابة البشر، وحتى لو أمن من المؤاخذة ومن العقاب في الدنيا، لكن ما عند الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يتغير، معلوم مرصود، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير، يعني لا تظن أنك قادر على التلاعب وعلى الإخفاء وعلى الإنكار وعلى المضارة، الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. نقف هذه الليلة عند هذا المقطع، لأن عندنا في الدرس القادم ابتداء لموضوع جديد في مسألة العدة، في مسألة العدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يمكن لعباده المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن ينصر المستضعفين من المسلمين في ديارهم وأوطانهم، إنه على كل شيء قدير.